أسعدتم مساء أنه ولا مجال للشك في ضرورة إعادة النظر في المجريات الأخيرة للأحداث وفتح نقاش عام مدروس في قوى تتشارك فيه قوى المجتمع لبلورة هذه السياسات الغير مدروسة والمثيرة لقلق بالغ في أواسط المواطنين وما تلحقه من ضرر كبير بالمواطن خاصة في ظل غياب الدور الرقابي والتشريعي الفعلي والحقيقي لمجلس النواب سواء في مجال المحاسبة والمساءلة أمام كافة أوجه الخلل التي تمس المواطن وعيشه وأمنه الاقتصادي خاصة أن هذه التداعيات لم تأتي برؤية اقتصادية ومالية شفافة ومعلنة وهي التي بدأت برفع الدعم عن اللحوم ثم برفع أسعار البنزين مروراً بما هو مترقب من إجراءات برفع رسوم الكهرباء والماء وغيرها من رسوم الخدمات فإذا كانت الطموحات العالية مشكلة فإن الإحباطات الشديدة مشكلة أكبر ندوة اليوم بعنوان سياسات حكومية تقشفية غير مسبوقة هل هي استراتيجية أم ردود أفعال؟ يتحدث فيها الأستاذ عيسى سيار الباحث والمحاضر الأكاديمي القائم بالعديد من الدراسات والبحوث حول استراتيجية الموارد البشرية في مملكة البحرين وحول اقتصاد سوق العمل بالإضافة إلى مستقبل مشروع إصلاح سوق العمل في المملكة وشغل سيار العديد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص منها منصب مدير عام لكل من معهد أورغن للتدريب والأكاديمية دلمون وغيرها كما وساهم في تأسيس ورئاسة وإدارة العديد من المؤسسات غير الحكومية كما ويعمل حاليا على إعداد أول كتاب له حول إصلاح سوق العمل في مملكة البحرين وسياسات الإحلال بين النظرية والتطبيق فليتفضل شكرا الحقيقة أنا كنت أريد من زمان أي حق الأخوان في المنبر وشفت أن يعني هذه الدعوة مناسب أن أكون ما بين أحبابي وإخواني يعني يمكن كانوا يقولون لي أنت تروح وعد أقول لهم وعد جريبة حق محرك لكن المنبر كذلك قريب إلى القلب أنا طبعا لما طلب مني أعد هذه المحاضرة من يعني طبعي أني أنا أقدم شيء يحترم عقول من يحضر هذه المحاضرة إذا لم أستطع أن أقدم الجديد لمن يحضر فأولى لي أن أعتذر ولذلك استنفرت القوى لما كلمني ابو نواف وأعددت لكم هذه المحاضرة أتمنى أن يكون الطبق شهي ويغنيكم عن العشاء بس أكدوا أنه يعني مو بيعني في كثير من السم والكوليسترول بس مطبوخ بزيت زيتون الحقيقة المحاضرة هي مو اقتصادية هي كوكتيل لأن في أي محاضرة اقتصادية أو لما تناقش وضع مثل ما تعيش الوضع اللي تعيش البحرين في السياسات الأخيرة بالنسبة لي كباحث أنا أتكلم عن نفسي كباحث لا يمكن أن أني أنا أناقش أو أطرح ذي الموضوع بشكل مجتزأ بعيد عن البيئة التي يعيش فيها أو الحاضنة له وأي باحث أو مهتم يتكلم عن اقتصاد بشكل أحادي الجانب فهو سوف يجافي الحقيقة طبعا كلكم تعلمون والعالم وحكومة البحرين أن الاقتصاد لا يعيش في ثبات ما أدري إذا الحكومة تعرف الشيء أو لا بس هم يعرفون يمكن يصدون عنه
يعيش في ديناميكية، يتأثر، ينتعش، يتباطأ، يفور، وأحيانا يصبح في فترة كساد. المهم كيف نتعامل مع هذا الحراك ونكيف الاقتصاد للخروج بأقل الأضرار والخسائر؟ هل فعلت هذا حكومة البحرين؟ ولذلك اخترت موضوع بدقة، لأن وايد تكلموا عن الدعم والدعم والدعم، المسألة ليست بهذه الطريقة، ما تعالج بالطريقة المباشرة. الدعم يعالج في بيئة أو رفع الدعم أو سياسات التقشفية أو إعادة الهيكلة في بيئة. ما هي هذه البيئة؟ مواصفاتها، سماتها، حتى نسلط الضوء على السياسات الحكومية التقشفية والتعرف. علينا أن نقوم، يعني أن تقوم على دراسات تنتهي إلى صياغة استراتيجيات ومن ثم سياسات عامة ومشاريع وبرامج، أو أنها عبارة عن ردود أفعال. يعني السياسات الحكومية الأخيرة اللي قامت بها، البترول واللحم هل هي مدروسة ولا من خلال استراتيجية؟ حتى ما نظلم الحكومة، يعني ممكن يوعي السيارة ظلم الحكومة، لا أرغب في ذلك، ولكن أريد كباحث أن أوصف وأن أضع النقاط على الحروف بالنسبة لسياسات الحكومة الأخيرة. طبعا بالنسبة، قبل أدخل في هذا الموضوع وأطرحه وشخصه ثم أوصفه، علينا أن نعود قليلا إلى الوراء، بس إذا تأذنون لي لنحلق شوية. لماذا قامت حكومة البحرين بالإصلاح الشامل في بداية القرن 21؟ ليش؟ تبنت الحكومة مشاريع من أجل شنو؟ تجاوز حراك التسعينات وأحداث نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة. ما أبي أوقف عندها، لأن كلنا نعرف ماذا جرى في حراك التسعينات والأوتكم ماله وإلى آخره، مخرجاته مع مجيء الملك و يعني طرح حزمة من الأمور. طبعا هناك تغييرات عالمية متسارعة وتغييرات داخلية، ولذلك تبنت هذه الحكومة الإصلاحات من أجل أن تكون في وضع يسمح لها أن تتموضع إقليميا وعالميا. بدأت تلك الإصلاحات بمشروع الإصلاح السياسي الذي دشنه الملك، ثم طبعا صار الدستور والميثاق، بعدين الحزم والرؤية الاقتصادية، واللي طرحها اللي هي ثلاثة مشاريع الإصلاح. بعد ما يقارب من 10 سنوات، طبعا ليش أخذكم وراء عشان نشوف شو اللي حصل الآن، ما نقدر بس نتكلم دون معرفة ما حصل. بالنسبة للحزم الثلاث اللي صارت، اللي هي والرؤية الاقتصادية 2030 أو 2030، هل يعني هذه المشاريع حققت أهدافها؟ وهل الرؤية موجودة على أرض الواقع؟ تساؤلات مشروعة إلى أن يتجه الإصلاح السياسي. ما هو موقع الرؤية الاقتصادية؟ ما هو مصير الحزم الثلاث؟ الإصلاح السياسي، لم تتغير هيكلية السلطة التنفيذية ونمط إدارتها للبلد منذ الاستقلال حتى الآن، والتغييرات التي أدخلت شكلية، طبيعة وهيكلية ولوائح السلطة التشريعية يجعل من وجودها شكلي. السلطة القضائية بحاجة إلى إصلاح، فهي لم تواكب المتغيرات السياسية. على سبيل المثال، لا يوجد لدينا قضاء إداري بالمعنى المتفاهم عليه عالميا. عندنا محاكم تختص بالقضايا الإدارية مثلا، وليد موجود هنا. الإصلاح الاقتصادي، هل تمت بالفعل عملية إعادة الهيكلة الاقتصاد الوطني؟ هل أصبح القطاع الخاص المحرك للنمو الاقتصادي؟ وهل تحقق ما يقوله سمو العهد بأن الكونتريبيوشن أو الانبوت مال القطاع الخاص راح يكون 60% بدل ما كان 40%؟ إصلاح سوق العمل، هل أصبح البحريني هو الخيار المفضل؟ هل أصبحت التكلفة الإجمالية للعامل البحريني تنافس العامل الأجنبي؟ هل أصبحت مؤهلات ومهارات البحرينيين تلبي احتياجات؟ هل تم توظيف 100,000 بحريني
الآن 10 سنوات المفروض حسب فرضيات ماكنزي 100,000 بحريني. إصلاح التعليم، هل تطورت مناهج التعليم والتدريب للمواكبة التغيرات العالمية؟ هل ارتفع مستوى تحصيل الطلبة طلبتنا مقارنة بالاختبارات التي طبقت في عام 2004 حسب اختبار تيمس العالمي اللي يختبر اللي هو العلوم والرياضيات؟ لأن لما طبقوه في السابق كانت البحرين في المرتبة 32 فقط، متقدمة بمرتبة عن فلسطين من معيار تقريبا 100 دولة على ما يحضرني، متقدم فقط بنتبع على فلسطين. شوفوا شلون فلسطين لو ضعاش احنا بس برتبة واحدة. كان ترتيب البحرين غير يعني متوقع، كان ترتيبهم متأخر. هل استطاع التعليم والتدريب أن يجسر الهوة مع سوق العمل؟ بعد ما عرضنا هذه العرض وحلقنا إلى الوراء الوضع الحالي، العجز عندنا 1.5 مليار يعادل 42% من حجم المصروفات، 2% من الناتج المحلي. هاي معلومات قريتوها. العجز العام طبعا 5.5 مليار، والبحرين قامت بتغطيته طبعا بمباركة حبايبنا النواب وصل إلى 7 مليارات. طبعا لابد أن ترفع سقفها اقتصاديا إلى 8 مليارات. حجم الإيراد المقدر اللي هو عندنا 2.79 مليون دينار، بيصرفون منها 1.5 على الرواتب، اللي بيبقى الفوائد وإلى آخره. يعني ما عندنا أي فلوس حق أي مشاريع. إذن ما هو الوضع الحالي؟ أصبحنا دولة بدل ما كانت رؤية 2030 رؤية لا تعود اللي هو 2030 على النفط، الآن أصبحنا على عكس دول أخرى مثل الإمارات ودول أخرى، النفط يمكن لا يشكل يعني النسبة الأكبر من إجمالي الدخل في البلد. فصرنا كانت البحرين على فكرة اعتمادها على النفط قبل 10 سنوات أو كذا حسب الإحصائيات اللي عندي في حدود 60 إلى 65%، لعلمكم صارت 80. طبعا يدعو صندوق الدولة الحكومة إلى تبني سياسات مغايرة، طبعا مو بتبني، في ضغوطات على حكومة البحرين، ما دام تبي من عندي شيء لازم تنفذ اللي أنا سياساتي. توصيف وتحليل، هذه توصيفي أنا وتحليلي للإجراءات الحكومية التقشفية الأخيرة والتي جاءت بناء على مطالبات دولية لكي تتفادى حكومة البحرين الأسوأ. طبعا اللي دعونا نرجع إلى الوراء شوية ونطالع كيف صارت هذه الإجراءات. بدأت الحكومة في وضع لا يحسد عليه، يعني كأن واحد رقد ورفسوه وقحص، قالوا له اقعد اقعد انت بتغرق. قال ها سوى كذي. انا طبعا سامحوني على التشبيهات بس هذه الواقع. قحص قال انا وين؟ قالوا ترى البحر يمك بتطيح. قال ها البحر يمي. فايلسي تلفت. طبعا الحكومة المسقرة بدون ما أدخل في تكييف ليش صارت والأسباب اللي وراها، بس أنا بدخل في الشق اللي خصني أنا اللي هو التخبط. صارت الحكومة المسقرة خلال 2 أو 3 شفنا أن لا بتشكل فرق وزارية، ثم تغيرت كثير، ثم بدل اللي حصل. طبعا أنا دخلت على كثير من الدساتير أو بعض الرؤى، ما شفت شيء اسمه حكومة مسقرة، ما في شيء، يعني ما في شيء في التخريج الدستورية. الحكومة مسقرة والحكومة موجودة في لجان عليا تشكلها الحكومة، ولكن ما في حكومة مسقرة باسم حكومة government. هاي طبعا البحرين
يعني تعتبر سابقة لازم يسجلونها في موسوعة غينيس. إجراءات أحادية وضبابية اللي صارت، أي وزير الطاقة يقول كذا، أي التجارة أي كذا، ويقولون كل واحد يعني يطرح اللي عنده. عدم إشراك الأطراف المعنية، ما شركوا أحد في أي شيء، لأن مجلس النواب بالنسبة لهم يرونه هو موظفين المجتمع المدني، يرونه بأن هذا يجب أن فقط يعيش على ندوات وكذا، ليس له أي دور. عن رؤية النظام يعني، لذلك حتى الغرفة عملوا لها مسكنات ومهدئات بالقرارات اللي انتم عرفتوها، مال الليفي رسوم التدريب شالوه وكذا على أساس يعني يطمنون الغرفة ويقول لهم ترى شلنا عنكم 4% اللي تدفعونها لتدريب البحرينيين. طبعاً الحين حتى البحرينيين أصبح تدريبهم في حيص بيص، ما بتطرق لنا موضوع آخر يعني، بدل ما كان الليفي ضاغط على الشركات أن تدرب البحرين رغم الفساد الذي يعتري هذا الليفي، ولعمكم هذا الليفي تقريباً 6 إلى 7 مليون ما يستخدم منه أو يستثمر إلا 3.8، والباقي يقولون والعهدة على الراوي أن يذهب إلى مشاريع تنفذها وزارة العمل، وأقرر والعهدة على الراوي، الراوي هي وزارة العمل. لماذا استمر العجز في الموازنة منذ أكثر من 4 سنوات؟ خلوا بالكم، ولم توضع له حلول ناجعة رغم أن أسعار البترول لم تبدأ العد التنازل إلا مؤخرا. يعني مو إحنا قبل 4 سنوات كان كذا، وحين بنتخذ إجراءات تقشفية، الإجراءات التقشفية كانوا بيأخذونها طبعا مثل ما تدرون الوضع السياسي ما خدمهم ذيك اللحظة، انتفض الشارع جمدوها، بس ذيك الفترة ما كانوا يعانون من وضع مأزوم مالي زي ما هو يعني موجود الآن. طبعا أتكلم قبل حراك 2011 كانت هناك نية لطرح حزمة من الإجراءات، لكن وقفتها الحكومة. ليش؟ لأن الشارع طلع، وكان الشارع موحد آنذاك، وتذكرون المسيرة اللي خرجت التي ضربت يد الحكومة في الجدار. لكن هم أن الإجراءات هذه اللي اتخذها الحكومة هي تعي بأن ردة الفعل لن تكون بالرد التي تستطيع أن تضع يدها مرة أخرى وتسمرها في الجدار. ماذا كانت تفعل الحكومة منذ تباشير العجز بدأت تهل؟ وأين هي رؤية 2030 ومشاريع؟ الجواب في المقابلة التلفزيونية لوزراء الستة. الله يعني أنا والله I feel pity for them، يعني شعرت بنوع من يعني أي والله لهم يعني على كيف قعدوا وشلون سمروهم على الكراسي، وكانت ردودهم. الآن خذوا إشكان الوزراء وضعهم اللي ما حد يحسدهم عليه. تم ترتيب المقابلة على عجل، طبعا هذه يعطيك إذا يعني أنا جبتكم ذي الوصف عشان تعرفون كيف تمت إجراءات التقشف الأخيرة اللي اتخذته الحكومة. تم ترتيب المقابلة، الهدف منها امتصاص النقمة، قلب على آراء الوزراء العمومية والارتجال والارتباك والتطمينات والتمنيات. شوفوا هذه القصة كل واحدة يبي لها، بس ما بوقف عندها. لم يشير أي من الوزراء إلى ما حققته الحزم الثلاث اللي قلت لكم عنها أبدا، يعني أصبحت نسيا منسية، اللي صرفوا عليه الملايين ويبولها ماكنزي وطبلة ورش في. لم يشير أي من الوزراء، لم يطرح الوزراء أي استراتيجيات أو سياسات أو برامج تنموية واضحة المعالم للخروج من الأزمة المالية. أنا ما سمعت إن شاء الله وما تديرون بال. يعني شوف الحكومة التي تحترم نفسها تحتي بحزمة، الحزمة ذي
ضمن استراتيجية بعدين بكلمكم عنها في الروشتة اللي بنعطيها حكومة البحرين. إن شاء الله يعني صحتها تكون أحسن الحكومة. هذه طبعاً إطار حزمة ما شفنا شيء. هذه اللي هو توصيفي. أحلق بكم في الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الوضع المأزوم. طبعاً أنا لازم أقول أستدرك أن الأزمة دي هي عالمية، بس في دول استعدت لها، دول يعني تعرف أن بتصير ذي القصة، مثل الحريق اللي صار في دبي اللي هو في 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 فندق العنوان، وحطوه في السوشيال ميديا كيف يعني هاندلت اند مانجد الحريق باي حكومة دبي، لأن كانت حاطة كل قصص التحسبات. إذن أي دولة لا تضع في اعتبارها، أو أي حكومة ما تضع في اعتبارها أن البترول كان 140 أو 150 دولار بيوصل إلى 30 دولار، هذه ما أعتقد أنها حكومة تستحق الحياة. وجهة نظري. الازدواجية السياسية والإدارية وترهل الجهاز الإداري، تواضع مخرجات الإصلاح السياسي. إحنا عندنا تدرون يعني من قبل من صار مجلس التنمية 26 وزير يروحون هناك، ويوم الخميس 17 وزير منك. هذه كل واحد يقني على هاي حكومتين، وفي الديوان هناك بعد حكومة بروحة قرقع. إذا يعني شلون يعني إذا إحنا نقول ناخذها وين طبعوا مركب، إحنا عندنا أكثر منه ناخذها وين. لا يعتد طبعا الترهل الجهاز الإداري حدث ولا حرج. 30% من الجهاز الإداري اللي في الحكومة هذين اليوم يصير قرار أو أكثر يشيلونهم، ما يتأثر شيء الجهاز الحكومي. لعلكم يعني يعني ست في أمريكا 16 فقط في المئة هو نسبة الجهاز الإداري في أمريكا اللي يدير 16% من التوتال مان باور. غياب آليات التطبيق الفعالة، طبعا لا يعتد بمعيار المؤهل والكفاءة في التوظيف فوق، فمن يدير القطاع ومن يدير الاقتصاد ناس ينحطون، خاصة الوكلاء المساعدين خلوا وزراء لأنها رموز سياسية، هذا ما بتعرض له شلون يعينونهم، والمدراء هذين اللي يديرون. إذا هذين يديرون طيب إذا بتعينون على هذه ولدنا وهذه منصوبنا وهي محسوب على زيد، ما في معايير. هذين اللي بيديرون إذا بيديرون وهم غير قادرين على تطبيق السياسات أو معرفة أصلا ما هي السياسات. أنا قال لي أحد المسؤولين الكبار معظم المدراء في السبيان سووه ما يعرف إيش معنى السياسات. غياب آليات التطبيق الفعال للسياسات والمشاريع، على سبيل المثال هيئة سوق العمل وصندوق العمل، ما في آليات. المشروع جيد، المشروع واعد، الامبليمنتيشن سيء، لأن من أحضر وأشرف الميكانيزم ما قدر ينفذ بالطريقة السليمة. مخرجات متواضعة. إحنا نتكلم عن 2600 بحريني تم توظيفهم سنويا، اضربوا 2600 بحريني في 10، هل هذه 100,000 اللي قالوا عنه ميكانزي؟ في نقطة بعد بطرحها، هذه نسبة اللي هي البطالة 3-4%، هذه الحكومة هي اللي تحطها، ترى يعني ما يقبلون تحت أي ظرف أن نزيد إلى حتى 5. بس حسب المعادلة اللي سويتها أنا وعرضتها على جهاز المعلومات، النسبة تتراوح ما بين 13-14% نسبة البطالة، حسب طبعا لوائح وأنظمة ILO منظمة العمل الدولية في تصنيفها وتوصيفها للبطالة. الوزراء لا يطبقون سياسات، ما في سياسات في الحكومة، في أوامر. تدني مستوى الشفافية والنزاهة الوطنية واستشراء الفساد، وقد تمثل ذلك في الالتفات عن توصيات تقارير ديوان الرقابة 10 مأسوف على شبابه. طبعا الديوان يعرض، الديوان ما له أنياب،
ما له دروس، ما يقدر يعوض، لأن سووه كذي، فصلوه كذي. حتى رئيس الديوان لما تكلمت معه في لقاء قال احنا ما عندنا، يعني يجبنا الديوان يعطى ذي الصلاحية، صلاحية التحويل إلى النيابة العامة بطريقة مباشرة. ديوان لا يتبع إلى برلمان، ليست لصلاحية في السيستم ماله، في قانونه مباشرة، ولا في توجيهات من يتبع للديوان اللي هو الملك. إذن الديوان رسم لأن يكون ديوان PR علاقات عامة، يعني ديوان يعني يبون التقرير، يقولون هذا التقرير، يقولون صوروا، بنشكل لجان معروفة الكليشة حتى نقرأها بالجريدة، بنشكل لجان واللجان بالتابع. ما يقولون توصيات، ملاحظات الديوان، ملاحظات يعني يجملونها. استمرار أزمة الثقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وموجودة أصلا هذه العلاقة، كل واحد يغني في واد. التخبط الاقتصادي كان يفترض من المسؤولين البدء بالإصلاح الاقتصادي، بدأوا بسوق العمل، لكن هم يدرون أن سوق العمل هو تحت الإصلاح الاقتصادي. لما تقول إصلاح اقتصادي تحت كل شيء. ليش؟ لأن كانوا يبون الرسوم بس، الجريشات، فبدأوا بإصلاح سوق العمل. يعني تيود أنت تهد العين، تيود الساب، شلون صلح الساب؟ روح حق العين. اضمحلال الطبقة، وهذه الأخطر، اضمحلال الطبقة المتوسطة، صمام المجتمع، حماية المجتمع. الآن ما في طبقة متوسطة، لا تقدر تشتري بيت، لا تقدر تشتري أرض، لا تقدر تشتري، يدوبك تشتري لك يعني أكل وتأكل، تقعد في بيتك الأجار، أو لأن الله يفرج عليك عقب 15 سنة يتكرمون عليك بيت الإسكان الله يسلمكم. طبعا مع وجود كل التطورات اللي صارت، الرواتب 400 للجامعي و 250، قبل تقريبا 12 سنة صندوق النقد الدولي مع مركز البحرين للدراسات والبحوث الله يرحمه سوى دراسة، أنا حضرت الورشة في ذيش قبل 15 سنة تقريبا، قال إن الحد الأدنى للبحريني حتى يقدر شوية يعني يعيش 301 دينار. الآن إحنا في هال عقب 15 سنة 250 دينار حق الجامعة، حق التوجيهي. طبعا هاي مو ملزم، لان احنا ما عندنا في قانون اسم الحد الادنى، حكومه البحرين ما تبي، وهاي طبعا في رايين عليه ما بيأدخل فيه. لماذا سياسات الدول العربيه ومنها حكومه مملكه البحرين عباره عن ردود افعال؟ هذه مربط الفرس وليست مبنيه على دراسات وبحوث، من خلالها تساق استراتيجيات، ولماذا تفشل او تتعثر تطبيقات الاستراتيجيات والتشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع. طبعا انتم شفتوا قدامكم ليس تجني، يعني في البحرين احد الورش الخاصه بالحزم الثلاث انا دعيت لها بصفتي رئيس جمعيه اصحاب معاهد التدريب، حضرت الورشه في القصر اول مره، ما اذي عليكم سر، اول مره اشوف تقرير تقدمه مؤسسة حكومية لوزارة التربية ووزارة الحمل فعلا يكشف عورة هذه الجهات. يعني أنا عندي تقارير الحمد لله ثلاثة يتكلم عن سوء التعليم الجامعي في حكومة في جامعة البحرين، يتكلم عن سوء التعليم في مدارس البحرين، هو نفسه عاملين على أساس يطرح، وشيء جيد يحسب لولي العهد ذيك اللحظة، لأن وزير التربية الحالي اللي هو ماجد النعيمي طلب منه أن يقدم هذه التقارير، طلب منه. كانت التقارير الصراحة مؤلمة لحالنا، هذه الكلام في 2000
وخمسة مؤلمة وصادمة للجميع. كانت الفرشة فيها وزراء وشوريين ونواب. حتى أنا كباحث كانت مؤلمة وصادمة لي عن حالنا التعليمي. لذلك لم أستقرب عقب مايات الQAE الهيئة الوطنية المؤهلات وهيئة ضمان الجودة وسوت تقريرها الثاني عن مدارس البحرين، طلع 25% من 25% من مدارس البحرين حققت غير مرضي، يعني ما تصلح أنها يتم هذه المدارس 25%. وها مو من عندي، هاي تصريح رئيس الهيئة سابقاً والشيخ خالد بن عبد الله وموثق. سمات الأنظمة السياسية في الوطن العربي ومنها نظامنا في البحرين: ديمقراطيات شكلية يتم توصيلها حسب المقاوس، تشريعات يتم إعدادها وتفعيلها حسب المصالح الخاصة، القضاء مجير واستغلاله، الهيئات الرقابية شكلية، مؤسسات المجتمع المدني مهمشة أو مغيبة أو مجيرة، وسائل الإعلام معظمها تنطق باسم نظام الحكم، النتيجة سياسات ردود أفعال اللي شفناه الآن. إذا تحطون على ذي القبان أو المقياس طاردة للاستثمار والإنتاج والحوكمة وخطوط حمراء أكثر من خطوط الطول والعرض. عشان أقدر أسوي لكم مقاربة أن ليش وصلنا إلى هذا الوضع، يعني ما كنا، هل ما كنا مستعدين؟ لا، لأن هذه السمات الأنظمة التي لا تستطيع أن تعمل شيء، يعني كانوا قعدوها وهي صحت وشافت أنها بتغرق، ما تدري أن القرق أو كذا الموج العاتي ممكن تأتي أي وقت. سمات اقتصاديات الدول العربية ومنها اقتصاد البحرين توجهها صفوة سياسية غالبا تكون معينة أو تنتخب بشكل شكلي. اقتصاديات تابعة، الأمن الغذائي مثلا، ما في أمن غذائي لأن كلها كل الاقتصاديات يتعول على ما يأتيها. مستهلكة، استراتيجيات والسياسات والتشريعات جيدة ولكن تطبيقاتها متواضعة النتائج. قلت أنا عن مشاريع الإصلاح وكذا، التطبيقات سيئة، حاضنة للفساد الإداري والمالي والأخلاقي، اتجاهاتها غير واضحة ضبابية. أنت لو تسأل واحد، أنت عقب 5-6 سنوات أنا سألت، طبعا أنا شخصيا سألت الوزراء، أسألهم على الأقل عندي علاقة بستة وزراء مباشرة، ما عندهم جواب. يعني اقتصادنا عقب 5 سنوات يقول لي يسألني ذي السؤال، يعني أنا ما أقدر أجاوبك. إذا وزير ما يقدر يجاوبني يعني أترك الحكم لكم. ميزان العرض والطلب في أسواق العمل العربية غير واضح المعالم والمؤشرات، يعني في دول متقدمة كل شهر يقولون لك والله البطالة عندنا كذا، نسبة البطالة، الريشيو، ينزلون لك ريبورت كامل. هني ما في، بس هني يطلع الوزير يقول نسبة البطالة عندنا وظفنا هالكثر وهالكثر وهالكثر، نسبة البطالة لا زالت بين 3 و4. لما سويت الندوة في أعتقد 24 ديسمبر في مجلس أبو خالد الأخ العزيز أحمد جناحي أستاذنا الفاضل، ذكرت معلومات دقيقة على لسان وزير العمل وعلى وتصريحاته. الوزير يقول كل شيء ولكن ما يقول شيء واحد، ما يقول شيء واحد للناس، إنه هل تحقق ما جاءت به ماكنزي وهل تم التوظيف على ذاك الأساس؟ لا يقول ذي الكلام. نقطة ثانية، لا يقول نسبة التوظيف البحرينيين بالنسبة للأجانب، ما يقول إنه نسبة هذه، ما يقولها نسبة التوظيف الأجانب في ارتفاع ونسبة توظيف البحرينيين في انخفاض، ذي ما يقولها النسبة هذه، خشية هي موجودة بس إحنا نطلعها. We can smoke this figures out. سمات البيئة الحاضنة، الآن بقول لكم سمات البيئة الحاضنة في تقديري المتواضع للاقتصاد الوطني المنتج والقادر على امتصاص التقلبات والهزات الاقتصادية. يعني احنا قلنا البحرين، حكومة البحرين بعض الحكومات وقضوها، شافت قاعدة على يال البحر
وبتغرق وبتطيح فحصلت كذي وقامت تدور. لكن أهم شيء في البيئة الحاضنة للدولة أو الدولة اللي عندها مؤسسات، دولة المؤسسات والقانون الحقيقية، أن يتوفر عندها الحكم الرشيد. طبعا ما أريد أتكلم فيه لأن كلكم عارفين ذي النقطة، التشريعات التي تراعي المصلحة العليا للوطن والتي تواكب التطورات العالمية المتسارعة. يعني التشريعات اللي ما تفصل على بشوت وبدل، باختصار شديد استقلالية وعدالة القضاء مهم، لأن أنا لما أختصم مع حتى رأس النظام مطمئن. ليش؟ لأن بروح أنا حق القضاء، القضاء بينصفني، أنا قوي مسنود. إذا آخر شيء القضاء أدري ما بيسندني، هني يأتي قمة الإحباط في المجتمع. هيئات رقابية ومحاسبية فعالة، إحنا حتى النواب ارفضوا وبصموا على عدم تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد. رغم أن الحكومة وقعت وأودعت توقيعها على الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد، ومن ضمن النقاط اللي فيها الباكيج إنشاء هيئة وطنية مستقلة. حريات وسائل الإعلام طبعا أنتم عارفينها، هني مؤسسات مجتمع مدني فعالة لحماية المجتمع، وشوفوا التجربة التونسية فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني الفاعلة التي تم تكريمها بجائزة نوبل. هذه هي المجتمعات الضامنة الحامية التي تحمي المجتمع من الانجراف إلى مآلات لا تحمد عقباها. تساؤلت طرحته النخب، وأنا طرحته، لم يبحث بعمق لماذا نجحت سنغافورة في أن تكون أحدى الدول الأسيوية الأسرع نموا حتى الآن حتى عالميا، ولم نستطع أن نحذو حذوها رقم الوفود التي زارت وحجت وقعدت شهور وما سوت شيء. وأنا عندي تصريح حق مدير عام البلديات اللي هو الشيخ عبدالله القديم، عندي تصريح حتى عمموه فاني، اتس فاني، يقول خلال سنتين سنصبح سنغافورة الخليج. انا مع الاسف ما يعني نسيت اني احطه في الـ في الـ في البرزنتيشن. هو يقول الشيخ عبدالله طبعا يمكن قبل 20 سنه الكلام. اي نعم بنوا كان رئيس البلديات. خلال سنتين سنصبح سنغافورة الخليج. طبعا أنا ما بتكلم عن التجربة السنغافورية، هي تطول درستها بعمق. باختصار شديد، لماذا ما صرنا سنغافورة الخليج اللي كانوا يروجون؟ وزراء العمل كلهم راحوا، الشعلة، نزار البحارنة، مجيد العلوي، كلهم راحوا حجوا إلى سنغافورة وقعدوا هناك شهور، وراحوا طبعا استرالي بعد، وخلوا ربعهم يقعدون لدراسة هذه التجربة واستحضارها وإسقاطها على البحرين. طبعا السبب، سامحوني في عجالة، يمكن أنا ما كتب التجربة السنغافورية، فيها أمرين هامين. أول شيء، هي بيئة حاضنة وليست بيئة طاردة، حاضنة لناسها وحاضنة لإبداعاتهم وحاضنة لكل ما يعمل على تطوير البلد، والكل عنده الفرصة. رقم اثنين، إن من يعين في مناصب عامة يدفع له بسخاء ويقال له إذا انحرفت وخذيت فلس واحد من المال العام أنت بتكون في أماكن يعني ما حد يجيلك فيها، بغونك، إحنا بنعطيك اللي تبي وبنريحك، اشتغل وابدأ. نسبة الفساد في الأسفل في هذه البلد بسبب هذه. إذا أنت بتدرس دي التجربة وبتجيبها
لا عندك أنت بيئة حاضنة لها رقم واحد، ولا عندك أنت آليات أن أنت عندك 10 تقارير ما نفذت منهم. يقول لك هذه الوزير ذي مو بعنده يعني مو بعنده تجاوز إداري ومالي، لا عنده مخالفة قانونية، يعني هو مجرم جنائيا ما يأخذونه، زاد شالوا ودوا يعني سفير أنسوا بعد. أنا وين أدور مثل هالنظام الحلو يا جماعة؟ بس ادعوا لنا يعني نصير من جماعتهم. زين، مقترحات للتطوير. من عادتي أنا لما أتكلم عن شخص شيء وأوصف وأشخص ما أنتقد فقط كباحث، أضع بعض يعني الملاحظات أو بعض التوصيات اللي لعل وعسى. طبعا هم ما يسمعونها لأن ما يسمعون، هم بس يقولون لك أنت تحط الويل في يعني العجل أو الخشبة في العجل وتوقفها الحركة، أو أنت إنسان سلبي، أنت تفكيرك ضيق. أنا قالوها لي في 2005، لعلمكم في 2005 عملت ندوة في مجلس الشويطر نشرها عبد الرحيم فقيري، كتبت أو قلت سوف يصبح الباب الخلفي لمشروع سوق العمل أوسع من الباب الأمامي. تنبأت الباب الخلفي في مصر في الشقق في باب صغير وراء حق الخدمات، هذه ما تطوف منه أشياء وايد، بس أشياء بسيطة يعني. أنا إيش قلت لهم توصيفي؟ سوف يكون الباب الخلفي لهذا مشروعكم، وفعلا المشروع صار بازار يعني سوق مقاصيص، سوق حراج يعني. أنتم تدرون باللي حصل، هذه هي المشاريع اللي يطبلون عليها للتطوير. هذه مثال أعطيه. مقترحاتي أول شيء على حكومة البحرين، وأنا أقول هني من ذي المنبر إن شاء الله يوصل لها ومنبر التقدمي، وبشكل عاجل أن تشكل لجنة وطنية يتم اختيار أعضائها بعناية، مشهود لهم من كافة الأطراف حتى من الحكومة، لإجراء مراجعة شاملة للوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، ويأتي ضمن ذلك بالطبع مشاريع الإصلاح اللي قلنا عنها 3، وذلك لوضع استراتيجي وطني شامل الإصلاح أو تستطيع أن تتكيف أو تتعامل مع الهزات العنيفة الاقتصادية. وترى إحنا عندنا من الكفاءات اللي لأن راحت مكان يوقفون لها، لأن راحت في أي بلد يوقفون لها هذه الكفاءات ويعطونها سلام. كثير من الشباب اللي راحوا الإمارات يوقفون لهم، ما يظهرون هما بس يتصلون فيني، حاطينهم في مواقع كانوا هني راحوا هناك عطوهم كل شيء علشان يبدعون ينتجون. عند هذه طبعا هذه النقطة الهامة أخواني أخواتي اللي صقت فيها كل ما أريد أقول الآن. بالنسبة حق اللي صوته حكومة البحرين في تقديري هو ردود أفعال مرتبكة متخبطة. لما أي حكومة تواجه هزة محلية أو إقليمية أو دولية اقتصادية في شيء اسمه حزمة سياسات وإجراءات مدروسة، أحط حتى 100 بعد خط مدروسة. فذي الشيء ما تم في البحرين. ما هي ذي الحزمة؟ الحزمة هي استراتيجية واضحة مترابطة العناصر وتعمل بشكل متواز. أول شيء مشاركة الأطراف المعنية، السلطة التنفيذية، مجتمع منظمات المجتمع المدني، الجمعيات السياسية، البرلمان طبعا، إذا يعني خلينا نقول البرلمان اللي احنا نحلم به، في صياغة السياسات الاقتصادية والجلوس في اجتماع للخروج بحزمة
هذه أول خطوة تأخذها الحكومة، تعالوا ترى إحنا بنواجه وضع، نبي نحط حزمة، نبي أراكم نكون كلنا عندنا فينجر برينتس، عندنا بصمة في هذه الحزمة. الحزمة ما صارت هذه. طبعا إعادة النظر في الميزانيات المخصصة للدواوين الثلاثة، هذه أول نقطة، لأن هذه الميزانيات غير معروفة، إعادة النظر فيها من حيث الموازنة المخصصة وتقليصها، لأن هذه مهم جدا في مسألة سياسات التقشف. إعادة النظر في المصروفات غير الضرورية كالسباقات والماراثونات وانتعرفينها وغيرها، إعادة النظر أو تجميدها، أنا ما أقول إلغائها، تجميدها إلى أن تتعافى البلد اقتصاديا. مراجعة شاملة لهيكل الأجور والمنافع وخاصة في الوظائف العليا، هيكلة الدعم اللي أوكي أسوي الهيكلة بس مو بشكل مجتزأ، لا بذي الحزمة خلوا بالكم، وخاصة طبعا في وضع البحرين وتدني الرواتب، تنويع مصادر الدخل، وهذه ما صار، كان المفروض يصير مع قدوم ماكنزي إصلاح الاقتصادي، قالوا لا بيسوون ديفرسيفاي والبترول بيكون، ما حصل شيء، بالعكس الوضع صار إلى الأسوأ الأسوأ. قلت لكم عن ما تم توظيفه من البحرينيين خلال 10 سنوات، والوضع الاقتصادي المأزوم، والقطاع الخاص مهمش، تقليص الجهاز الحكومي ومنع الازدواجية الإدارية. أنا عندي وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، تمكين، كان المجلس الأعلى للتدريب، هذه كلها فساد وبيروقراطية، دولة رعوية. طيب ولي العهد سمو العهد قال بعد إنشاء الهيئة بفترة سوف يتم إلقاء وزارة العمل. أنا أسأل واحد أقول له شو تسوي وزارة العمل، أنا جاوبك باعتباري قريب ما يسوي شيء، يأخذون رواتب وبس، يعني ما يسوي شيء وزارة العمل، لأن حتى عند توظيف الخدمات خذوه من عندهم بعد. طيب ذي الإزدواجية لا زالت موجودة، بإمكانهم دمج هيئة تنظيم سوق العمل مع تمكين، لأن 30 مليون يحولونها من هذا الصندوق لذي الصندوق، وهما نفس الشيء، يبوا الهيئة تحت ذي وخلوها هيئة واحدة. هذه من ضمن الأشياء والتخبطات. إعادة النظر في النظام التعليمي برمته بما فيه الوزير، وربط استراتيجيا بتوجهات الاقتصاد الوطني، والأخذ من نموذج السنغافوري، وأقر توفير البيئة الحاضنة للنموذج. التعليم لا زال الحالي عندنا ما يخرج ناس لسوق العمل، وطبعا سامحوا لي يعني بطرح نقطة سريعة، في البحرين ما في بطالة ترى، على فكرة يمكن تستغربون، البحرين عندها بطالة، أنا كباحث طرحتها والباحثين اللي في سوق العمل يسمونها بطالة هيكلية. ما هي البطالة؟ البطالة الفعلية مو موجودة في البحرين على فكرة. شنو هي البطالة الفعلية؟ حسب تعريفات منظمات العمل الدولية، إن في شباب أو شاب وصل إلى مرحلة العمل ما يجد عمل، مو موجود يعني وظائف، مو موجود مواظب في السوق، هذه في الأسواق اللي تحترم نفسها المنظمة، الأسواق الأوروبية. طيب عندنا في البحرين الوزير يقول مثلا إحنا عندنا 2000 وزود وظيفة شاقرة، طيب ليش ما نقدر نشغلها؟ هذه هي البطالة الهيكلية، أني أنا عندي مخرجات تعليم غير قادرة على أنها تستلم هذه الوظائف. طيب النموذج السنغافوري اللي تخرج من المساق الأكاديمي أو المساق اللي هو
المهني أو مساق رواد أصحاب الأعمال أو أصحاب الأعمال الصغار الناشئين التربينير كلهم يتخرجون يروحون في الاقتصاد، هني يتخرجون ما يقدرون يشتغلون، صاحب العمل ما يوظفهم لأنهم غير قادرين، لأن النظام التعليمي لا زال وعقب الإصلاح والتعليم في واد وسوق العمل في واد آخر. ينبغي التعامل مع سوق العمل كسوق واحدة وليست سوقين كما فعل شركة ماكنزي بناء على توجيهات حكومية عليا مسبقة حيث أجرت الدراسة على القطاع الخاص. وقلت لهم أنا لما قابلوني خبيرين من ماكنزي قلت لهم عليكم أن تدرسون وتهيكلون القطاع الحكومي لأن هذا القطاع هو من يشرف على القطاع الخاص وعلى سوق العمل. قالوا صح، بس طلب منه أن نحن نستبعد القطاع الحكومي. ينبغي تطبيق معايير الجودة في التوظيف في القطاع الحكومي، وقلتها أنا لأن هذه لها دور. هاي طبعاً سوري. الأخذ بتوصيات تقارير ديوان الرقابة المالي والإداري في مكافحة الفساد وتطهير الجهاز الإداري من الفاسدين ومحاسبة المسؤولين الفاسدين جنائياً وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مستقلة. بعد ما شفنا طبعاً وعرضنا نصل إلى خلاصة مفادها بأن الأوان آن لحكومة البحرين والقيادة السياسية أن يصار إلى حوار وطني حقيقي وجاد ومتكافئ يفضي إلى اتفاق بين المكونات السياسية من أجل انتشال البلد من الفراغ السياسي، والذي يعد سبباً هاماً وجوهرياً يضاف إلى الأسباب التي ذكرناها سابقاً قد تجر البلد إلى ما لا يحمد عقباه ويدفع فاتورتها الشعب البحريني من جميع النواحي اقتصادياً واجتماعياً. والشكر لكم على حسن استماعكم والصبر. شكراً جزيلاً.